محافظو صلاح الدين يعرضوا لوفد من العمليات المشتركة مجريات خطة الاستقرار المنفذة لإعادة النازحين إلى مناطقهم، ويجدد دعمه لجهود إغلاق مخيمات النزوح، ويتابع الأعمال الإدارية وأداء هيئة الاستثمار في المحافظة. حرب أوكرانيا وشهر رمضان تشعلان أسعار المواد الغذائية في صلاح الدين، وتوزيع منازل واطئة الكلفة بين الأسر العائدة من النزوح في يثرب. التحالف الثلاثي يدشن الصفحة الأولى من حكومة الأغلبية، ومرشح تسوية إلى واجهة التنافس على رئاسة الجمهورية. والبيت السياسي الشيعي يرفض امتلاك الثلاثية الأغلبية المطلقة في البرلمان، ويتحدث عن تصويت نوابه لصالح.